عن أحبائي الصغار. اليوم سوف نتعرف معا على المستطيل. مرحبا، أنا المستطيل. أنا أشبه المربع ولكن أضلاعي ليست متساوية. هيا رددوا معي: مستطيل. أبحث عن شكل المستطيل في هذه الصورة. شكل المستطيل بالخطوط الأفقية والخطوط العمودية. أكمل رسم المستطيلات. صل المستطيلات بالمستطيل الكبير. أحسنت. ابحث عن الشكل المستطيل وأحوقه. والآن سوف نقوم بحل بطاقة. علينا إحضار قلم رصاص وممحات وعلبة التلوين. إلى اللقاء أحبائي الصغار.